أصحاب المعالي والسعادة، سعادة بيري كالفيت رئيس الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، السلام عليكم السيدات والسادة الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل انطلاق أعمال مؤتمر ومعرض النقل للاتحاد العالمي للمواصلات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2018 الذي يعقد تحت شعار الريادة في إسعاد المتعاملين، أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تشهد بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رعاه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تطوراً اقتصادياً كبيراً.